إصدار الذكرى الأربعينية تويوتا كامري جراندي 2023، طبعا أكيد في 6 6 سلندر 300 حصان تقريبا، سقف بانورامي، إضاءات فل LED، حساسات أمامية، رادار تحديد مسار جنوب 18، إشارات بالمراية، زيق أسفل أبواب كروم، مقابض أبواب كروم، إطارات النوافذ كروم، هنا السقف البانورامي، طبعا جناح خلفي، إضاءات خلفية LED وفتحتين شكمان خلفية، دخول ذكي، تشغيل ذكي، المقاعد جلد خاصة بإصدار الذكرى الأربعينية، كرسي السائق، كرسي الراكب كلهم بحركة كهربائية، زجاج بالكامل أوتو لمسة واحدة، مراية كهربائية وفيها خاصية الطي الأوتوماتيكي، الصف الخلفي، منافذ USB طاقة وفتحات تكييف تابع مكيف الأمامي، ولا ننسى التكاية خلفية بحاملة أكواع بعد اثنين ومثبت مقاعد الأطفال، لا ننسى لنور السقف LED والسقف بانورامي، تشغيل ذكي. طبعا عندنا فيها رادار، فيها تحديد مسار، عداد رحلات شاشة، أوتو الأنوار، تحكم بالنظام الصوتي، الأوامر الصوتية، تحكم بعداد رحلات، شاشة ملاحة ما شاء الله تبارك الرحمن، بالنظام الصوتي GBL، وفيها كاميرا خلفية ومساراتها متكيفة مع حركة المقود، مكيف لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب، شاحن لاسلكي للجوال، إيكو نورمال سبورت، ثلاث وضعيات للقيادة اللي هي درايف مود، وأوتو هولد للجرانت الكهربائي، حاملات أكواب عدد اثنين، وإضاءة على الطبلون، وفورميكا أمام الراكب، سنتر لوك في باب الراكب، والمراية الداخلية تعتيم أنوار السقف LED، شماسة السائق فيها مراية مع إنارة LED، شماسة الراكب كذلك فيها مراية مع إنارة LED، لا ننسى الإرباقات الجانبية، تكاب الوسط جلد فيها مساحة تخزين، أداء عبد الرحمن الخالدي.